يقتلوا. لانها اصل الاثنين اقوياء. مبروم على مبروم بقى، ما يلفش. لا ما ينفعش الاثنين مع بعض. طيب ما برج القوس. برج القوس حته التسرع في بدء العلاقه وفي انهاء العلاقه وفي الحكم على الطرف الاخر. تمام. يعني برج القوس ممكن مثلا يشوف حد اللي انا حبيته، تاني يوم يعمل معاه موقف بسيط يقول لا انا هسيب، وبعدين يرجع يستسمع. يعني برج القوس بيحب في ثانيه ويكره في ثانيه. اكتر برج متسرع في الابراج كلها. تمام. فكمان يحكم عليا بسرعه، ممكن انا ما اعملش غلط يقول لي لا ده غلط، طب ندرس كده ونتكلم ونتفاهم الحته يعني دي غايبه. التسرع ده رقم واحد في برج القوس. بالظبط كده. وكمان مش رومانسي قوي. يعني حته بقى أدرس الحب والدباديب والحاجات دي هتلاقيها غايبه في شخصيته. انا عندي اثنين هو... برج القوس في العيله والله. لو هو سي مثلا ارتبط بانثى حساسه زي السرطان تفشل العلاقه. لذلك نقول العلاقه فيها توتر بين القوس والابراج المائيه عامه، باعتبارهم اعلى الابراج رومانسيه. بيبقى عايز برج مائي زيه مثلا؟ برج القوس ناري. ما انا عارفه ان هو ناري. حلو مع الحمل والاسد. بالظبط. ابراج ناريه. والابراج الهوائيه كويس معاها. انما ترابيين مائيين العلاقه متوتره قوي بينهم. صعب. طيب برج الجدي. برج الجدي عدم التنازل. يعني برج الجدي ما بيتنازلش خالص. عشان نكمل انا وانت مع بعض تنازل. غير كده كل واحد من طريق. هو يرفض ويدوس تماما. على قلبه. ويدوس على قلبه. ودي مشكلته. في ابراج اذا حبت بجد ما تعرفش تعمل كده. الجدي ممكن يعمل كده. انه يتنازل عن حبه عادي بس ما يقولش يعني ايه ما يتنازلش. بالظبط كده. تمام. عدم التنازل مشكله ازليه. وكمان ان هو برج بيدي الحياه العمليه اكتر من الحياه العاطفيه. يعني دائما مواليد برج الجدي وخاصه الرجال الحياه العمليه تيجي على الحياه العاطفيه. فطبعا هيضايق الطرف عملي من ايه عملي نمبر 1. العمل والماده نمره واحد عنده. طيب برج الدلو.